من أشهر هذه الأشياء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبر فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية وإنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير بالنسبة لكم أنتوا، يعني هو أنتوا فاكرين إن العمل اللي بيتعذبه من أجله عمل صغير ولكنه كبير عند الله. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الأول كان بيعمل إيه؟ لا يبالي بتطهير نفسه من النجاسة، يعني رايح يتبول رذاذ البول عاد على ثيابي ما عندوش مشاكل. في بعض الناس لما يروح يقضي حاجته يروح ايه لامم هدومه كده وماشي من غير ما يطهر نفسه من الايه من البول. هذا من الاشياء التي تستجلب عذاب القبر، ان الانسان لا يستتر من بوله، لا يستتر اما من رذاذ بوله او من النجاسه التي تصيب البدن او الثياب بسبب الايه بسبب البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قتات، اي نمام، في رواية نمام، لا يدخل الجنة نمام الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع بينهم، هذا من النمامين، وهو ارتكب فعلا من أقوى الأسباب التي تجلب عذاب القبر فضلا عن حرمانه من الجنة.